خلاص. طيب سؤال دائما يتكرر، هل يحرم كلام الفتاة على النت مع زميل الشاب في موضوع الاحترام من الطرفين؟ دائما يأتيني السؤال، واحد سألني سؤال في جامعة كلية علوم في شبين، يا شيخ محمد أنا بحبها جدا وخايف لو سبتها أنها تنحرف، فقلت له والله يا جماعة حصل، قلت له يعني أنت مش هيركليز ولا مهند عينك خضرة وشعر، أنت أخرك يعني جل بنص جنيه بتحطه قبل ما تطلع، فأنت يجب أن تعرف حدود المشاعر الطبيعية الحقيقية. المشاعر الطبيعية الحقيقية هي التي تقودك في الإطار الشرعي، تحبها أقبل إلى والدها واخطبها، تحبها ولا تستطيع أن تخطبها إذن تركها، إذا كنت فعلا تحبها وتخاف عليها، إنما تستمر في الكلام أنت تجعلها تجني الأوزار وهي تجعلك أيضا تحصد الأوزار، وكلاكما يوم القيامة عند الله ستجنون إثما عظيما. فأنا أقول لا يجوز أبدا الكلام لا على النت ولا في الشات ولا في الهاتف أيا كان المبرر إلا بعد عقد الزواج، إلا بعد عقد الزواج. أما المبررات التي نسمعها، والله يا شيخ إحنا بنتعامل زي الإخوات وإحنا بنتعامل ما فيش بيننا حاجة والمشاعر طبيعية، هذه تكون في بداية المرحلة. أما إذا استمرت المعاملة أحد أمرين، إما أن تميل هي إليه أو يميل هو إليها أو الاثنين جميعا، وغالبا ما يحصل ميلان من قبل الطرف الأنثوي مبكرا، لأنها ترى الشهامة والأخلاق والمتابعة، خاصة لما يكون شاب حنين وعملت امبارح في الامتحان وأخبار المذكرة إيه، وأنا والله استغربت، أنا قعدت مستني في الشمس برا وإحنا في عز الشتاء كذاب. قاعد مستني في الشمس برا والدنيا ساعة، وهذا كله من الأشياء التي تكون سببا في إمالة قلب الفتاة إلى هذا الشاب. فأقول اتق الله يا أخي، اتق الله في لسانك، قال النبي عليه الصلاة والسلام، واتق الله في لسانك يا أختي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على النار في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هو الذي يجعل كثير من الناس يكبون على وجوههم وعلى مناخرهم في النار. فأقول لإخواني وأخواتي اتقوا الله عز وجل في نفوسكم، واعلموا أن الطريق إلى السعادة لا يكون إلا وفق ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج شباب وفتيات المسلمين، قولوا آمين.